بالظبط. احنا محتاجين ان ننشئ مجتمع صناعي متكامل، وليس مجموعات فرادة من الشركات اللي كل واحد فيهم ملخوم في مشاكله وجودته، ازاي يرفع جودته ويسوق منتجه ويرفع من انتاجيته. محتاجين ان يكون هناك مجتمع صناعي متكامل. واعتقد ان احنا بدأنا نمشي على هذا الطريق. يعني انا متفائل جدا بهيئة المشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة اللي انشائها تم انشائها مجلس المجلس صناعات صغيرة والمتوسطة انشائها مؤخرا في الاشهر القليلة الماضية، وان كنت اتمنى انها ما 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 ما, ما تستنفذش مجهودها في الهيئات الكتيرة اللي تم ضمها ليها بسبب او بدون سبب.